مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وجولة جديدة في عدد من المحافظات المصرية. نبدأها اليوم من محافظة السويس، حيث أعلن المحافظ اللواء محمد عبد المنعم هاشم انتهاء أزمة عمال مصنع سيراميكا كيلو باترا بشكل كامل. قال المحافظ إن مفاوضات مكثفة تمت بين عدد من القيادات العمالية ومندوبي إدارة الشركة، تم الاتفاق فيها على صرف جميع المستحقات المالية للعمال على أن يستأنف العمال اليوم بشكل كامل العمل. ومعي من هناك الصحفي كريم عبد المعين. كريم، ما هي آخر المستجدات فيما يخص عمال مصانع السيراميك؟ نعم، عادت حركة العمل مرة أخرى إلى مصانع السيراميكا العين السخنة والمملوكة لرجل الأعمال محمد أبو الأمين. عادت الأوضاع طبيعية، الآن العمال يتواجدون في المصنع، هناك العجلات وتروس العمل تدور مرة أخرى في هذا المصنع، هذه المنشأة العملاقة المقامة على أرض منطقة شمال غرب خليج السويس. كانت هناك جلسة قد عقدت داخل ديوان عام محافظة السويس، ضمت عدد من أعضاء اللجنة النقابية وعزة العيسوي مدير عام مصانع السيراميك مندوبا عن رجل الأعمال محمد أبو العينين. تم فيه طرح الكثير من المشاكل التي يطالب العمال بحلها بشكل سريع، من أهمها المستحقات العمالية الأخيرة. كان هناك وعد من الإدارة بصرف جميع مستحقات العاملين على أن يتم العمل وعودة حركة العمل في المصانع مرة أخرى، وبالفعل استجاب العمال وتوجهوا منذ صباح اليوم إلى المصانع. هناك ما يقرب من في عامل يتواجدون الآن داخل المصانع يعملون، مع وعد من الإدارة بصرف جميع المستحقات المالية خلال الأيام القادمة. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي كريم عبد المعين من السويس. وإلى محافظة دمياط، حيث أكد المهندس محمود الشويحي وكيل وزارة الكهرباء، أكد أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ خط الربط الهوائي غرب دمياط الجمالية بطول 16 كيلو مترا بعدد 65 برج كهرباء لتفريغ القدرات المنتجة من محطة كهرباء غرب دمياط إلى مراكز الأحمال بعد التغلب على المشاكل التي كانت تواجه التنفيذ. وفي دمياط كذلك يعاني آلاف العاملين في مجال صناعة الأثاث من حالة الكساد التي أصابت صناعتهم في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتراجع حجم التجارة في الأثاث بالمحافظة. قد بدأت بعض المصانع والورش خفض عدد العاملين فيها سعيا لخفض معدلات الإنفاق. ومعي من هناك الصحفي عماد الشاذلي. عماد، ما هي المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ خط الربط الكهربائي؟ بالفعل كانت هناك بعض المشكلات مع بعض الاهالي الذين ارتبط العمل بالخط مع المرور وطلبوا التعويضات التي رات وزاره الكهرباء انها تعويضات مبالغه فيها. المهندس محمود الشوحي رئيس قطاع الكهرباء في دمياط اكد انه يجري الان خط غرب دمياط الجماليه. هذا الخط بطول 16 كيلومتر وعدد 65 برج كهرباء لتفريغ القوة المنتجة من محطة كهرباء غرب دمياط إلى مراكز بعد التغلب على المشاكل التي كانت تواجه التنفيذ. كما ذكرت أنها كانت مرتبطة بالتعويضات. الشركة المصرية لنقل الكهرباء بذلت جهدا بالتعويض الأهالي حول هذا الأمر، وتم إنهاء الأعمال بالمحطة تمهيدا لتشغيلها. وأعتقد أن هذه المحطة ستؤدي إلى خطوة كبيرة في تحسين الخدمة الكهربية للمناطق المحيطة بها. نعم، وفيما يخص أزمة صناعة الأثاث في المحافظة، عماد، هل لك أن تحدثني عن ما هي مستجدات هذه الأزمة؟ محافظة تجارية تقوم على التجارة خاصة في صناعة الموبيليا. أصلا أقول لك أن هناك الآلاف في دمياط يعانون من مشاكل كبيرة جدا في صناعة الأثاث خلال الشهور الماضية. هناك 40 ألف ورشة على مستوى المحافظة يعانون من حالة من الكساد منذ شهور طويلة، أدى ذلك إلى تسريح بعض أصحاب العمل لكثير من العمالة واستبدالهم بماكينات حديثة. هناك أيضا مشكلة زيادة أسعار الخامات والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الموبيليا، هو ما أثر على الحركة التجارية في دمياط. تجار الحنفيين في دمياط طالبوا برعايتهم من جانب مكتب العمل ومن جانب التماسك وعدم تعرضهم للاستغلال من جانب بعض يروج واقعا
مؤلما في دمياط، فالحركه ما زالت في حاله من الكساد، ويجب اتخاذ اجراءات سريعه لاعاده الانتعاش الحركه التجاريه والصناعيه في دمياط. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي عماد الشاذلي من دمياط. وإلى محافظة الغربية، حيث وصل العاملون بشركة بترو تريد للخدمات البترولية بطنطا إضرابهم عن العمل اليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإقالة رئيس الشركة. ويتهم العاملون رئيس الشركة بالتعنت تجاههم بعدما كشفوا عن وجود مخالفات مالية وإدارية على حد ذكرهم. وفي سياق آخر، تظاهر المئات من سائقي سيارات الأجرة بمدينة طنطا مساء أمس، وذلك أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على سماح إدارة المرور بتشغيل السيارات الملاكي كسيارات أجرة وتقاعس رجال المرور عن تحرير محاضر مخالفة لسائقيها، وذلك على حد قولهم. وقد قام المحتجون بإغلاق طريق شارع البحر الرئيسي ورددوا الهتافات ضد إدارة مرور المحافظة. من ناحية أخرى، عقدت الأجهزة التنفيذية والمحافظة اجتماعا للوقوف على الترتيبات النهائية لإطلاق حملة وطن نظيف، والتي ستنطلق بمدن ومراكز المحافظة يومي الجمعة والسبت المقبلين. ومعي من هناك الصحفي محمد عوف. محمد، هل سمحت إدارة المرور بشكل رسمي لسيارات الملاكي بالعمل كسيارات أجرة؟ يعني السماح لسيارات المرور ليس بشكل رسمي، لكن ما حسب الكلام عن اداره المرور تتقاعس عن تحرير المحاضر اللازمه ضد هؤلاء السائقين. هذه الظاهره بدات تنتشر في مدينه طنطا على وجه الخصوص عقب ثوره يناير. يعني قام بعض الاشخاص او بعض الشباب بشراء سيارات، وخصوصا من شباب العاطل ومحدود الدخل، استخدام هذه السيارات كأوبرة وسيلة للقمة العيش. وسبق لهم أن طلبوا المحافظ من أن يتم تقييم أوضاعهم، لكن سيأخذ تاكسي عندما وجدوا ذلك، اعتقدوا باعتبار أن ذلك سيؤثر عليهم، يعني يعود الضرر عليهم، أن سيأخذ تاكسي يدفعون المبالغ البالغة في الضرائب وفي التأمينات، بالإضافة لأن ثمن التاكسي يبلغ أكثر من 200,000 جنيه، بينما القرار الملكي لا يتعدى ثمنها 10,000 جنيه. وبالتالي فان يعني المساواه بين الطرفين سيكون هناك نوع من يعني عدم المساواه، وبالتالي سيعود بالضرر على سائق التاكسي، وهو ما ادى الى يعني احتجاجهم. سبق ان احتجوا في مرات سابقه لم يتم تسجيل يعني الحملات المروريه من جانب ظرف المرور. ايضا بالامس كانت الوقفه الاحتجاجيه الثانيه لهم للمطالبه ب تفعيل قانون المرور بشأن المخالفين، خصوصا اصحاب السيارات الملكي، وقاموا بقصف الأمس امام المنطقه الغربيه اعتراضا على ذلك، مطالبين المحافظ بتدخل السريع لشن حملات موسعه من قبل اداره المرور على هذه السيارات المنعها تماما، خصوصا انها في الفتره الاخيره انتشرت بشكل مكثف من جانب السائقين. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي محمد عوف من الغربية. وفي سوهاج، استجابت المحافظة لمطالب أهالي قرية الغريزات بمركز المراغة الخاصة برفع مياه الشرب عن مياه الصرف الصحي، حيث تم إرسال محطتين مخصصتين لذلك إلى القرية. وكانت الجزيرة مباشر مصر قد نقلت معاناة أهالي القرية خلال جولتها الرمضانية بمحافظة سوهاج. ومعي من هناك صحفي طه الهوي. طه، هل انتهت فعليا معاناة أهل القرية؟ نعم سوزان، يعني دعيني أوضح بعض الشيء. أن قرية الغريزات إلى الغرب من مركز المراغة الذي يبعد عن مدينة سوهاج العاصمة بحوالي 15 كيلومتر، هذه القرية تسكن القطيع الصحراوي منذ القدم، عدد سكانها هذه القرية 60,000 نسمة. هذه القرية التي تسكن القطيع الصحراوي والتي لم يتعدى أي مواطن منها بالبناء على الأراضي الزراعية، يبدو أن هذا الموضوع طبعا يعني جعل هذه القرية بعيدة تماما عن الاهتمام، بعيدة تماما عن الخدمات، لأنها يعتمد الأهالي على الشرب من الآبار الارتوازية التي تتم صرف المياه منها إلى صهاريج عالية أو خزانات عالية، ومن هذه الخزانات إلى المواطنين. طبعا معروف أن هذه القرية لا تتمتع بخدمات الصرف الصحي، ولذلك هم يعتمدون على الصرف الصحي ما يسمونه الطرنشات هنا في هذه القرية. هذه القرية طبعا هذه الطرنشات بالتأكيد كانت تسبب لهم مشاكل كثيرة،
لأن المياه تتسرب إلى الآبار الارتوازية التي يتم سحب مياه الشرب منها. وعليه قامت الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي هذا الأسبوع هذا الطريق مشاكلهم، وتم عرض هذه المشاكل على شاشة الجزيرة مباشر مصر. هنا تحرك المسؤولون بمحافظة سوهاج خاصة شركة مياه الشرب والصرف بتعليمات من السيد اللواء وضاح الحمزة ومحافظة سوهاج لحل مشكلة أهل القرية بعدما أذاعت الجزيرة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في هذه القرية. وعليه تم الدفع أولا أمس أكثر من 15 مياه سيارات مياه محملة بمياه الشرب النقية لتلبية حاجة أهالي هذه القرية المحرومة من مياه الشرب النقية. في نفس الوقت تم الدفع بعدد 2 بوستر يعني آلة لرفع المياه كما يسمونها. القضية أن محطة مياه الشرب الارتوازية بقرية الغيازات كانت في حاجة إلى معدات ب 200 ألف جنيه، ولذلك 200 ألف جنيه طبعا عذبت المواطنين لهم 15 عاما يصابون هذه المياه الملوثة التي أصابتهم بالعديد من أغراض. ما علينا، المهم أنه تم تلبية مطالب أبناء قرية الغريزات بمركز المراغة بمحافظة سوهاج بعد أن أذاعت الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي معاناتهم مع مياه الشرب النقية. نتمنى أن يتحرك المسؤولون لعلاج المشاكل قبل أن يتم نعم. شكرا جزيلا لك، كان معي الصحفي طه الهوي من محافظة سوهاج. وفي محافظة المنيا قال اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا قال إنه تمت خلال الأيام الماضية إزالة آلاف الأطنان من القمامة من شوارع المحافظة، بالإضافة لإزالة العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والإشغالات. ومعي من هناك عبر الهاتف اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا. مرحبا بك سيادة اللواء، سيادة المحافظ، وبداية ما حجم الإنجاز في برنامج المئة يوم بالمحافظة؟ يبدو أن الاتصال غير جاهز حتى الآن. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى خبر آخر وفي نفس المحافظة أيضا، حيث اختفت من المشهد الرمضاني في المحافظة نشاطات الأحزاب السياسية، حيث لم تنظم الأحزاب أي نشاطات تذكر باستثناء حزب الحرية والعدالة الذي نظم دورة رمضانية في كرة القدم، وحزب البناء والتنمية الذي دشن شبابه حملة لمحاربة غلاء الأسعار في الشهر الكريم. ومعي من هناك الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، ما سر غياب نشاطات الأحزاب في رمضان؟ مشاهدين حسن، هل أنت معي الآن على الهاتف؟ معك. نعم حسن، نحن على الهواء مباشرة وأتحدث معك عن سر غياب نشاطات الأحزاب في رمضان، لماذا؟ نعم، في رمضان يقوم الأحزاب وخاصة الأحزاب الدينية مثل الحرية والعدالة والبناء والتنمية في استغلال هذا الشهر في التقرب إلى المواطنين والعمل على سد احتياجاتهم، سواء كانت الاحتياجات الثقافية أو الاحتياجات الاجتماعية أو الدورات. فبالفعل قام حزب الحرية والعدالة في مدينة ملوي بعمل دورة رمضانية خاصة بكرة القدم تضم 32 فريق تشمل مدينة المنيا ومدينة ملوي ومركز ملوي، وذلك للتواجد وسط قطاع كبير من المجتمع وهو القطاع الشبابي الذي تعجز فيه عدد كبير من الأحزاب السياسية الأخرى من التواصل معه والتواجد بينه، بينما اتخذ حزب البناء والتنمية طريقا آخر في الوصول إلى المواطنين وهو محاربة غلاء الأسعار والتواجد بين المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وتحوم بأسعار مخفضة. طيب حسن، يعني ماذا عن المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بالمحافظة؟ هل هناك أي نشاطات أخرى أو فعاليات خلال رمضان؟ بالنسبة للأحزاب
الأساسية في محافظة المنيا تحديدا غابت عنها عن نشاطاتها كل شيء في محافظة المنيا، فلا تقوم الأحزاب السياسية بعمل أي أنشطة داخل المحافظة، حتى كانوا يقومون بتوزيع شنطة رمضان في هذا العام لم نره في الشارع، واختفت تلك الظاهرة من بين الأحزاب السياسية واتجهوا إلى الصراعات الداخلية والتوفيق. نعم شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا لك، كان معي الصحفي حسن عبد الغفار من المنيا. في الدقهلية أصيب عدد من العاملين بمستشفى المنصورة العام بسبب اعتداء أهالي أحد المصابين في حادث سير على طاقم العمل بالمستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، كما تسبب الاعتداء على المستشفى العام الدولي بالمنصورة في تدمير جميع محتويات قسم الاستقبال بالمستشفى، هذا وقد تمكنت قوات الشرطة من القبض على 3 من المعتدين. وللمزيد من التفاصيل معي من الدقهلية الصحفي ممدوح عرفة. ممدوح هل لك أن تضعنا في صورة تأمين المستشفيات في المحافظة في ظل تكرار حالات الاعتداء عليها؟ نعم، كان حادثة أمس هي علامة بارزة في ما يحدث داخل مستشفيات محافظة الدقهلية، حيث كان في الساعة الواحدة من ليلة أمس وصل أحد المصابين وإلى محمد رمضان، تم تحويله من المستشفى العام بالمحل الكبرى إلى مستشفى المنصورة الدولي نتيجة حادث مرور، ورغم أن التحويل غير موجه توجيها صحيحا والذي كان يجب أن يوجه إلى مستشفى طنطا العام، إلا أن المستشفى الدولي لم تمكنه، وفور وصوله إلى المستشفى رفض أفراد الأمن دخول أكثر من 3 من الأهالي بصحبة المريض، الأمر الذي قوبل بالرفض وصمه على دخول أكثر من 25 من أقاربه وأصدقائه، ولم يلتزموا بالتعليمات الأمنية داخل المستشفى أمرا صعبا ومستحيلا، وأخذتهم العدة بالإسم وقاموا بالاعتداء على المستشفى وتحولات المستشفى آنذاك إلى ساحة من المعركة، قام خلالها أكثر من شخص من الأهالي بالتعدي بالسب والضرب على أطباء قسم الطوارئ والاستقبال وتحطيم ساحة الاستقبال والنوافذ الزجاجية وواجهة المستشفى، أصيب خلالها 3 أفراد من الأمن وهم من قوة الأمن الأساسية داخل المستشفى، وتمكنت الشرطة العسكرية المكلفة بتأمين المستشفى من السيطرة على الموقف بعد إطلاق 7 أعيرة نارية في الهواء، وألقت القبض على 6 منهم، وتجاري عرضهم الآن في المحضر 15552 جنح أول المنصورة عن نيابة أول المنصورة. في ذلك الوقت أعلن أكثر من 30 طبيبا وأطقم التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ والأقسام المعاونة حالة الإضراب العام عن العمل ليلة أمس، حتى يتم تأمين المستشفى تأمينا كاملا وعدم تكرار محاولة التعدي المتكررة طوال عام ونصف بعد ثورة 25 يناير من قبل أهالي المرضى والمصابين، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الأدوات الطبية اللازمة لقسمي الطوارئ والاستقبال والأقسام المعاونة، والتي باتت المستشفى تفتقر إلى أدنى إمكانيات الطبية للمرضى، الأمر الذي يعاني منه الإدارة قبل الأطباء، خاصة وأن المستشفى الدولي تستقبل مرضى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ. نعم شكرا جزيلا لك، كان معي الصحفي ممدوح عرفة من الدقهلية. وإلى شمال سيناء، حيث طلب ممثلون عن 17 حزبا وحركة سياسية طلبوا الرئيس محمد مرسي بإقالة محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك بعد فشله في تحقيق أهداف الثورة ومصالح المواطنين على حد وصفهم. جاء ذلك خلال اجتماع الأحزاب والقوى السياسية بمقر نقابة المحامين بمدينة العريش لاستعراض الأوضاع في المحافظة. من ناحية أخرى، أنهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها لتنفيذ حملة وطن نظيف في إطار تنفيذ برنامج 100 يوم للرئيس محمد مرسي، وستنطلق الحملة من مدينة العريش من أمام مسجد النصر. في خبر آخر، قال المحاسب فتحي راشد مدير عام التموين بالمحافظة، قال إنه تم إعادة تشغيل محطات توزيع الوقود بمناطق النقب والحسنة والخربة ورفح بعد زوال أسباب الإغلاق. يأتي هذا بينما تتواصل أزمة نقص البنزين والسولار بالمحافظة. وفي محافظة شمال سيناء أيضا، أنهى العاملون بشركة مطاحن شمال سيناء إضرابهم عن العمل بعد وقف قرار نقل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمطاحن إلى محافظة الدقهلية وإفادة مندوب من الشركة للاستماع إلى المطالب. ومعي من هناك الصحفي ماهر إسماعيل.
ماهر، ما هي أبرز الأحزاب والحركات التي شاركت في الاجتماع الرافد للمحافظ؟ الحقيقة هو الاجتماع عقد أمس وشاركت فيه ائتلافات حزب الحرية، ممثلين عن حزب الحرية والعدالة، وممثلين عن حزب النور، والحركات الثورية في شمال سيناء، حركة 6 أبريل، وحزب النهضة والإصلاح، ولجنة حماية الثورة، وحركة أحرار سيناء، وحركة شباب سيناء، وحكومة ظل الثورة. ولكن أود أن أقول هنا أن هناك من اعترض على ذلك، مثل محمود سعيد لطفي رئيس نادي المحامين، وقال نحن مع الشباب، ونحن مع مطالبهم، ونحن مع أن يتم تنفيذ كل ما أتى به الرئيس مرسي من 5 مشروعات خلال 100 يوم. لكن نقابة المحامين ليست من برا للهجوم على أحد، وحتى لا يحسب عليها الحزان طرفا على حساب آخر. نعم. وقال الناشط صبري الغول: هل مشاكل سيناء المتراكمة طوال السنين الماضية اختزلت في عزل المحافظ؟ وهل سيكون عزل المحافظ هو الحل الوحيد لحل مشاكل سيناء؟ سيناء تحتاج إمكانيات دولة لحل مشاكلها، وقبل أن تحاسبه المحافظ حاسبه الدولة التي لم توفر مقاومات النجاح للمحافظة طوال الأوام الماضية. نعم. وهذه هي بعض المطالب التي دارت في اللقاء، أو بعض الأمور التي دارت في اللقاء. و17 ائتلافا و19 حزبا قرروا إقالة المحافظ، ولكن هناك اعتراض من أهالي مدينة العريش وبعض المدن، حيث أن هناك قبائل وعائلات تمثل المحافظة وتمثل المدن، وهذه القبائل والعائلات بمشايخها وعواقلها وكبارها لم تقل كلمتها حتى الآن، وربما تقول كلمتها خلال الساعات القادمة. نعم. وفيما يخص أزمة الوقود في المحافظة، ما هي آخر المستجدات لديك؟ آخر المستجدات لدي في أزمة الوقود أنه تم بالفعل تشغيل 4 محطات لتخفيف الحمل عن المحطات التي تعمل، وكذلك تم التنسيق، يعني تم التنسيق بين اللواء سامح عيسى السكرتير المساعد للمحافظة للتنسيق بين أصحاب المحطات والشركات المنتجة للتدخل السريع في حالة تأخر المنتج، وتأمين وصول السيارات النقلية للمنتج في نطاق شمال سيناء، وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المتاجرين في السلع بالسوق السوداء والقضاء عليها كأحد أكثر العوامل تأثيرا في تفاقم أزمة السمن والبنزين، خاصة أن هناك أشخاص يتربحون من تجارة السوق السوداء للوقود. ويرى أن المشكلة الرئيسية في أزمة الوقود في شمال سيناء هو وجود سوق سوداء يجب القضاء عليها، فالمنتج الذي يأتي للمحافظة يوميا كفيل لسد حاجة السيارات المتواجدة فيها. نعم. ماهر، وفيما يخص فعاليات حملة وطن نظيف في المحافظة، من الذي سيشارك في هذه الحملة؟ نعم، بدأ الاستعداد لحملة النظافة المقرر تنظيفها تنفيذها بمدن شمال سيناء يومي الجمعة والسبت، وعقد اللواء جبر العربي لقاء انضم رؤساء المدن والأحياء وممثلي مديريات الصحة والطب والوقاية والبيئة والهلال الأحمر وشركة النظافة لوضع يعني حملة النظافة التي انطلق لوضع آلية حمل النظافة التي انطلق عقب صلاة الجمعة غدا في مدينة العريش من أمام مسجد النصر وفي مجالس المدن من المدينة الرئيسية، وتم خلالها تجميع المعدات الخاصة بالبيئة والوادر من مجالس المدن والأفراد لانطلاق الحملة لتبدأ بنظافة المدينة الكبرى والشارع الرئيسية بالمدن. وفي خبر الآن واستعدادا لبدء حملة النظافة غدا، قام اللواء مدحت صالح رئيس مدينة العريش بتنفيذ حملة إزالة إشغالات بميدان المالح في الطريق الرئيسي، تم خلالها إزالة جميع الإشغالات والبرع الجليل من الشارع الرئيسي. وأجب الإشادة إلى أن كمية القمامة التي يتم جمعها بالمحافظة يوميا 177 طنا، منها في مدينة العريش 90 طنا، وتقوم إحدى الشركات المتخصصة بعمل النظافة في العريش نظير 19 مليون جنيه سنويا. نعم. وذكر محافظ شمال سيناء السيد أبو هام مبروك ان مجالس المدن تعتمد في عمال النظافه على التمويل الذاتي ودعم صندوق الخدمات، وتم بالفعل تدبير 25000 جنيه تشغيل عماله في نظافه مدينه الشيخ زايد، 10000 جنيه لمدينه بئر العبد. ومن جانبها قامت وزاره البيئه بتوفير 5 سيارات قلابه بحموله 5 طن و10 جرار زراعي مقطوره حموله 10 طن لتوزيعها على مجالس المدن لتنفيذ الحمله غدا وبعد غد. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي ماهر إسماعيل من شمال سيناء. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى محافظة مرسى مطروح، وفي إطار جولات الجزيرة مباشر مصر في عدد من المحافظات المصرية، ننتقل إلى هناك بكاميرا الجزيرة مباشر مصر، ومعنا من هناك الزميل مجاهد شرارة.
مش هنوصل بسين، احنا هناخد الممشى ده. نحن الآن في مرسى مطروح، حيث تتجول كاميرا الجزيرة مباشر مصر هذه المحافظة. نبدأها من ظاهرة أصبحت ظاهرة، وهي عزوف كثير من الناس عن القاهرة والأسكندرية والقدوم إلى قرى السياحية في الساحل الشمالي كي يقضون رمضان. الفنانة أثار الحكيم هي نموذجا لهذه الظاهرة، سنلتقي معها ونتحدث إليها لماذا تركت القاهرة وأتت إلى هذه القرية السياحية، وكيف تقضي رمضان في هذا المكان، وكيف تستشعر بروحانيات شهر رمضان المعظم في هذا المكان. أيضا سننتقل إلى الضبعة وسنحضر الإفطار هناك مع أهالي الضبعة، يتحدثون عن أحلامهم، عن آمالهم، وعن آلامهم أيضا. ماذا عن هناك الضبعة كمكان لمحطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء، ماذا عن هذا المشروع؟ هل سيتم، كيف يرون أهالي الضبعة هذا المشروع، وما هي اقتراحاتهم لحل هذه المشكلة؟ عندنا سهرة رمضانية في قلب مطروح، نتحدث من قلب مطروح عن مشاكل مطروح، وكذلك أيضا عن تجارة السلاح التي ازدادت بعد ثورة ليبيا، وعن تهريب السلاح، وكيف تقوم القوات المسلحة والشرطة بالتصدي لهذه الظاهرة. كذلك أيضا عن مشاكل المياه التي عانت منها مطروح قبل أشهر الصيف بشهر أو شهرين، هل انتهت تماما أم لا؟ كل هذا سنتجول به من كاميرا الجزيرة مباشر مصر في محافظة مطروح في هذا اليوم من شهر رمضان المعظم. نعود إلى سوزان إلى الاستوديو لاستكمال جولة المحافظات، فإلى هناك. وننتقل إلى محافظة أسيوط مشاهدينا الكرام، وقبل ذلك أشكر الزميل مجاهد شرار من مرسى مطروح، حيث في محافظة السويس تسبب استمرار نقص مياه الري بقرى ومراكز ديروت والقوصية وأبو تيج والزاوية ودرنكا والبداري وساحل سليم، تسبب في إتلاف مساحات كبيرة من الأبدنة المنزرعة بالمحصول الصيفي. من ناحية أخرى، انتقد بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفير حصص للفلاحين بالجمعيات الزراعية. وقال حسين عبد المعطي نقيب الفلاحين بالمحافظة إن سبب الأزمة يرجع إلى وجود من وصفهم برموز الحزب الوطني المنحل داخل مجالس إدارات الجمعيات الزراعية. ومعي من هناك عبر الهاتف حسين عبد المعطي نقيب الفلاحين بأسيوط. حج حسين، كيف تتعامل نقابة الفلاحين في المحافظة مع مشاكل نقص مياه الري؟ حج حسين، يبدو أن الاتصال غير جاهز. سننتقل إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تصاعدت أزمة نقص السولار في مدينة الغردقة، وتسببت الأزمة في حدوث ارتباكات مرورية، كما تأثر القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بالرحلات البحرية والجبلية. وفي خبر آخر، بدأ العاملون بالنادي الاجتماعي في مدينة الغردقة إضرابا عن العمل بسبب فصل 5 من زملائهم، وطالب العاملون بحل مجلس إدارة النادي وعودة الزملاء المستبعدين. معي من البحر الأحمر الصحفي كمال رشاد. كمال، ما أسباب تصاعد أزمة نقص السولار في المحافظة؟ الأسباب حتى الآن غير معلومة، حيث ان المحافظ البحر الاحمر اللواء محمود عاصم اكد ان قلق وجشع السائقين الذين يقومون بتفريغ حموله خزانات السيارات امام محطه الوقود في الدراكل، ومن ثم يدخلون ليكملوا تموين سياراتهم. ايضا مدير التموين قال السولار موجود في المحطات الوقود، ولكن المؤكد
هو طوابير السيارات التي تلهث عن الحصول على سولار. أيضا العاملين في السفاري والعاملين والصيادين كلهم سوزان يشكون مر الشكوى، لدرجة أن البعض منهم ذهب على بعض السولار وحدثت مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد محطات الوقود. أيضا لتكدس السيارات اضطرت سوزان إدارة المرور لتغيير مسار أهم الشوارع وميادين الغردقة وهو الدهار أمس، و خلقت شوارع جانبية لتيسير حركة السير. كل هذا والجميع لا يعلم سبب اختفاء السولار. نعم، وفيما يخص إضراب العاملين في النادي الاجتماعي، ماذا عن هذا الإضراب؟ الإضراب منذ الأمس وحتى هذه اللحظات سوزان يدخل يوم الثاني إضراب موظف النادي الاجتماعي، وهو أكبر الأندية الشاطئية العامة، دخلوا إضراب بسبب قرار المحافظ باستبعاد 5 من زملائهم. وطالب العاملون المضربين وهم موظفين أيضا في الفترة الصباحية في مديريات خدمات أخرى، طالبوا بعزل زملائهم المستبعدين وأيضا حل مجلس الإدارة، مؤكدين أنهم يعملون ولديهم خبرات سابقة. ولكن المحافظ سوزان منذ لحظات وعبر الهاتف قال أنه قرر استبعاد هؤلاء الموظفين لإفساح المجال لبعض الشباب الذي لا يعمل في الأصل، حيث أن قال هكذا أن الموظفين الذي تم استبعادهم يعملون في مديريات خدمات أخرى، وبالتالي لديهم حظ وافر في الحصول على مرتب، أما من سيحل مكانهم فهم يبحثون على فرصة عمل وبالتالي المرتب أولى بهم. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي كمال رشاد من البحر الأحمر. وإلى محافظة الإسماعيلية، حيث شهدت المحافظة حالتي سطو مصلح خلال 24 ساعة استهدفا المستشفى العام ومكتب بريد القنطرة شرق. اشتكي الأهالي في المحافظة من حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني وحوادث سرقة السيارات بالإكراه التي تتكرر بشكل يومي على حد ذكرهم. ومعي من هناك الصحفي يسري محمد. يسري، ما هي أسباب تصاعد حالة الانفلات الأمني في المحافظة؟ نعم، أهالي محافظة الإسماعيلية فإن غياب التوافق الشرطي في المحافظة هو الذي تسبب في حالة الانفلات الأمن الشديد الذي تشهدها معظم مناطق الإسماعيلية حاليا. أمس تعرضت المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية لهجوم من قبل 3 ملثمين قاموا بالسرقة على 20,000 جنيه كانت مرتبات العاملين داخل المستشفى. قبلها ب 24 ساعة عرض ايضا مدينه القنطره شرق على الضفه الشرقيه لقناه السويس لعمليه سطو مسلح من جانب ايضا قاموا بالسطو على مبلغ 150,000 جنيه بالاضافه الى تعدد. نعم، طيب يسري، يعني في ظل يعني كل هذه الحوادث، ما هو رد فعل الاجهزه الامنيه اذا هذا الانفلات؟ حتى الان الشارع الاسماعيلي لم يرصد اي مقاومه مثل هذا الانفلات. هناك مخاوف لدى اهالي المحافظه من تزايد هذه العمليات، خاصه وان هناك متعدده للابلاغ عن سطو السيارات وايضا سرقه محلات. كل كانت او كان في الاسابيع الماضيه عده حملات كان لاحظها في الشوارع من جانب اجهزه الشرطه والجيش. الان اختفت هذه الحواجز الامنيه بشكل تام، لم نلحظ وجود لرجال الشرطه في الشارع الاسماعيلي منذ بدء شهر رمضان تقريبا. حتى رجال المرور اصبحوا غير متواجدين في معظم الاشارات المروريه الرئيسيه داخل محافظه الاسماعيليه، مما تسبب في تكدس واضح وازدحام في جميع شوارع المحافظه. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي يسري محمد من الاسماعيليه. مشاهدينا الكرام، نهاية جولة المحافظات، إلى اللقاء.